ذكرت صحيفة ليموند الفرنسية أن نحو 60 منظمة دولية تدافع عن الصحافة طالبت الاتحاد الأوروبي بممارسة الضغط على إسرائيل لوقف هجماتها ضد الصحفيين. وطالبت هذه المنظمات وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل ومفوض التجارة بتعليق اتفاق شراكة المتعلق بالتبادلات التجارية مع إسرائيل وفرض عقوبات محددة الأهداف على المسؤولين عن انتهاكات لحقوق الإنسان، مشيرة إلى منع الصحفيين الأجانب عمليا من دخول غزة والاعتقالات التعسفية للعاملين في مجال الإعلام.